بعد قرار بلاده رسميا سحب الاعتراف بجبهة البوليساريو والانفصالية، قال نجيب بوكيلي الرئيس السلفادوري إن العلاقات مع المغرب والعالم العربي ضعفت كثيرا وتعطلت بسبب التقارب مع جمهورية غير موجودة على أرض الواقع. وأوضح نجيب بوكيلي في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة السلفادور بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا أن تقرب السلفادور في مرحلة سابقة مع البوليساريو كانت لأسباب أيديولوجية أكثر من أن يعود بالنفع إلى الشعب السلفادوري. السلفادور اعترفت بطريقة أو بأخرى بجمهورية غير موجودة، وهي ما تسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ليست لها لا أرض ولا شعب، يضيف الرئيس بوكيلي الذي أكد أن البوليساريو جمهورية افتراضية جاء الاعتراف بها لسبب إيديولوجي أو لسبب آخر. وزاد: وهو الأمر الذي عزلنا تماما عن العالم العربي، وقبل كل شيء عزلنا عن المملكة المغربية. واعتبر الرئيس المنتخب قبل أسابيع عن الاتفاقيات التي وقعتها السلفادور والمغرب على هامش زيارة وزير الخارجية ناصر بوريتا إلى بلاده ستعزز مجالات حيوية للسلفادور من قبيل الزراعة والنمو الاقتصادي والصحة وغيرها من القطاعات الهامة. وزاد رئيس السلفادور: أعتقد أنه بصرف النظر عن المنجزات التي يمكنه أن نحققها من خلال جملة من الاتفاقيات الموقعة، فإننا اليوم نفتح علاقات دبلوماسية حقيقية ودائمة وثنائية ومتعددة الأطراف مع المملكة المغربية. من جهته كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا عن قرب افتتاح سفارة السلفادور في المغرب، وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح لبلدان أمريكا الوسطى بفرصة الانطلاق في كامل منطقة إفريقيا والعالم العربي. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين السلفادور والبوليساريو تقوت في عهد الرئيس السلفادوري السابق موريسيو فونيس، حين قرر سنة 2010 تبادل السفراء بينهما وتعود العلاقات بينهما إلى سنة 1989، أي نحو 30 سنة قبل أن يقرر الرئيس الجديد قطع هذه العلاقات التي راهنت عليها كثيرا الجبهة في حشد دعم دول أمريكا الوسطى. ومباشرة بعد وصوله إلى الحكم، قرر رئيس السلفادور ذو الأصول الفلسطينية أن يعيد تقييم علاقات بلاده مع الجمهورية الوهمية، وصولا إلى مرحلة القطيعة النهائية مع البوليساريو. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا يوم أمس السبت بسان سلفادور أن المغرب مستعد لفتح صفحة جديدة من التعاون جنوب جنوب مع السلفادور وفقا لتوجيهات الملك محمد الثالث. وقال بوريتا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي بحضور سفير المملكة في غواتيمالا والسلفادور طارق الواجري: أنا هنا في سان سلفادور بتعليمات من الملك محمد الثالث لتجديد تهاني جلالتي للرئيس السلفادوري الجديد، وتأكيد حرص جلالتي على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والسلفادور. وشدد الوزير على أن سحب حكومة السلفادور لاعترافها بالجمهورية الوهمية يأتي لتصحيح خلل وقرار غير قانوني يتعارض مع القانون الدولي ومع التوجه الدولي بشأن هذه القضية، مبرزا أن هذا القرار يمهد الطريق لتعزيز الشراكة بين البلدين في جميع المجالات. وأضاف بوريتا إن المغرب والسلفادور وقعا اتفاقية من شأنها تعزيز التعاون في المجالات المهمة بالنسبة للبلدين مثل السياحة والفلاحة وتدبير الموارد المائية والطاقة المتجددة، مضيفا أن البلدان سيقومان بتطوير مشاريع ملموسة في هذه المجالات تعود بالنفع عليهما وتخدم الشعبين. وأبرز أن الرسالة التي كلفني الملك محمد الثالث بنقلها إلى الرئيس السلفادوري هي أنه يمكنه الاعتماد على المغرب كشريك موثوق به، سيعمل على تطوير شراكة جنوب جنوب تضامنية وبراغماتية مع السلفادور. وأعلنت السلفادور يوم السبت عن قرار سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية، مؤكدة دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادة الوطنية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ما لا يقل عن 60 صحراويا محتجزا بمخيمات الحمادة بتندوف. نظموا يوم الخميس 13 يونيو وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل مطالبة المجتمع الدولي بحمايتهم من جشع وقمع قيادات الجبهة الانفصالية. المتظاهرون الذين تجمعوا يوم الخميس 13 يونيو أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نددوا بتخلي الأمم المتحدة عن مسؤولياتها في حماية حقوق الصحراويين بمخيمات تندوف. وفي هذا الإطار قام حوالي 60 شخصا بالاحتجاج على فساد الأطر القيادية بجبهة البوليساريو الانفصالية. وندد هؤلاء المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات بالحملة القمعية التي تستهدف سكان المخيمات من طرف ميليشيات البوليساريو. وبحسب المصادر من عين المكان فإنه عندما تم نشر 14 سيارة لما يدعى بالدرك الوطني التابع للانفصاليين على مقربة من مكان الاحتجاج، قام المتظاهرون الصحراويون بالانتقال عبر سيارتهم إلى مقر قيادة البوليساريو من أجل إسماع صوتهم. وعلى هامش هذه الوقفة الاحتجاجية اتفق المتظاهرون على القيام بوقفة مماثلة خلال الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتحق بهم متظاهرون آخرون من أجل التنديد بالتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها الطغمة الانفصالية بحق المحتجزين الصحراويين. اختتمت سلسلة المباحثات الدبلوماسية التي يقودها الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب رفقة عدد من المنتخبين الممثلين لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن الزيارة التي دامت 3 أيام في إيرلندا. والتقى أعضاء الوفد المغربي الذي يضم كلا من أحمد الخريف عضو مجلس المستشارين، أنعم ميارة مستشار الغرفة الثانية والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب فاطمة سيدة نائبة رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ومرابيح رابو شايبتا رئيس مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق الإنسان، برئيس مجلس النواب الإيرلندي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية المشتركة في البرلمان الإيرلندي والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. وكذا مسؤولي المنظمة الغير الحكومية Frontline Defenders. المحادثات التي جرت بحضور الحسن المهراوي سفير المملكة المغربية في دبلن تميزت بتبادلات جد واعدة أبرز خلالها أعضاء الوفد المغربي وجاهة مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء. كما شكلت المحادثات محطة فاصلة في القطع مع ادعاءات جبهة البوليساريو المتمثلة في التمثيلية الشرعية للصحراويين، ومهدت للعب أدوار دبلوماسية هامة يقودها منتخبون ديمقراطيون ينحدرون من الأقاليم المتنازع عليها. وأشار أعضاء الوفد المغربي بمختلف مشاربهم السياسية وتلاوينهم الحزبية إلى التطور التنموي الذي تشهد الأقاليم الجنوبية باعتباره أهم مؤشر على الإدارة السياسية التي تبديها الرباط في التسريع بإيجاد حل نهائي لهذه القضية ودحر الشلل الحاصل في تقدم بناء الاتحاد المغربي. من جانبهم أبدى المسؤولون الإيرلنديون اهتماما كبيرا بالتوضيحات التي قدمها الوفد المغربي، معربين عن التزامهم بدعم العملية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، ومشيرين إلى أن هذه الزيارة لمنتخبي الأقاليم الجنوبية ستساهم بالتأكيد في تعزيز الشراكات بين المغرب وإيرلندا على جميع المستويات. وفي هذا الصدد أكد الخطاط ينجا أن الزيارة التي تدخل في إطار سلسلة مباحثات دبلوماسية مع عدد من المسؤولين الإيرلنديين تروم التعريف بمقترح المملكة المغربية المتمثل في الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لحل النزاع الصحراء الذي عمر أزيد من 4 عقود. وأضاف رئيس الوفد المغربي في تصريح أن منتخبي الأقاليم الجنوبية مثلوا المغرب أفضل تمثيل ونجحوا في إبراز خطة الحكم الذاتية التي اقترحها المغرب سنة 2007، مشيرا إلى أن نظرائهم الأيرلنديين تفاعلوا مع المقترح بشكل جاد وعبروا عن التزامهم التام بدعم جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
واسترسل المسؤول الأول عن مجلس جهة الدخل وادي الذهب بالقولة. الوفد المغربي أوضح للمسؤولين الإيرلنديين شمولية المقترح المغربي خاصة شقه السياسي الذي يشكل حلا واقعيا وقابل للتحقيق، وأنه يندرج تماما في الإطار الذي حددته الأمم المتحدة كما جاء في قرار مجلس الأمن 2440 الذي يدعو جميع الأطراف للتقدم نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على حل وسط.